بسم الله أنا ابتدي وبهدي دوم اهتدي أدرس وحل الواجبات واضمن نجاحي في الحياة بالعلم حتما أرتقي أنا مهندس أنا طبيب أنا رياضي أنا نقيب بالعلم والعمل كل الأمان نحن نجنيها إشراقة الأمل في موطن الخير نلاقيها ناخذكم ويانا مسرورة دنيانا خلوكم معانا في رحلة المعرفة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بالحب ودعناكم وبالشوق نلقاكم في رحلة جديدة من رحلة المعرفة، والتي تعودنا تزويدكم فيها بأسرار جديدة ومعلومات مفيدة فقط في رحلة المعرفة. اليوم سفينتنا توقفت في إحدى المحطات التلفزيونية والتي سوف نبحر فيها ونتعلم الكثير عن عالم الإعلام وبالتحديد الأخبار. فمن سيصاحبنا في هذه الرحلة؟ بداية أود أن أخبركم يا أصدقائي بأنه هناك مسؤول يهتم بشؤون قسم الأخبار وهو رئيس التحرير، وسوف نجتمع معه حتى يشرح لنا كيفية نقل الأخبار من المصدر إلى الناس. النشرة الإخبارية هي اللي تربط المشاهد في أهم الأحداث اللي موجودة في العالم بشكل يومي. كل الأخبار يا حلوين ناخذها من مصادرها في وكالات أنباء وفي أحيانا مواقع، لكن الأهم من هذا أنه إحنا لازم نتأكد من صحة الخبر، لأن حتى الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أهم شيء أن يكون الخبر صحيح. ليش؟ لأن في وكالات لها مصالح خاصة ولها غايات خاصة، يمكن تبي تمرر عليك فقرة، فأنت تكون وايد منتبه أن ما يمر شيء يخص أحد معين، ولا تحاول تطعن بأحد معين، تأخذ الخبر صافي عشان تعطيه للمشاهد بشكل محايد، لأن في مشاهدين ما يهمهم الزوائد اللي تحطها الوكالات. بعد ما نتأكد من صحة الخبر نصيغه بالشكل اللي يناسب القناة ويناسب توجهها، بعدين نروح نسجل الخبر. في أخبار نسويها صياغة، وفي أخبار اللي هي على شكل نسميه التقرير نروح نسجله صوتيا. بعد ما نسجله صوتيا نحاول نشوف الأفلام والصور اللي تناسب الحدث من الوكالات أيضا، أو إذا محلي من مصورينا. زين، نشوف الأفلام اللي تناسب ونوديها للمونتير ونشتغلها بحيث أنها تكون مناسبة للخبر اللي يطلع. بعد هذه يعني مهمة المحرر بعد الربط تنتهي، تروح إلى أقسام ثانية
وهما في الاستديو يتعاملون معها بالاتفاق مع كادر الإخراج وكادر المذيعين. احنا الحين بنعطيكم ساعتين، خلال هذه الساعتين نبيكم تصيغون لنا أخبار ونبنشوف شلون قدراتكم في صياغتها أو حتى تقارير، وإحنا نعرف أنكم شباب حلوين وقادرين تسوون هذه الأخبار. إيش رأيكم؟ إذن نطبق ما قاله رئيس التحرير، أولى الخطوات هي كتابة الخبر على الكمبيوتر. ثم البحث عن الفيديو المناسب، أي الفيديو الذي يتطابق مع الخبر. والآن نقوم بطباعة ما كتبناه، وبعد التحقق من صحة الكتابة نتوجه بالخبر إلى المعلق الصوتي. المعلق الصوتي هو الشخص الذي يسجل الصوت، إننا لا نراه ولكن نسمع صوته، مثل معلق الرياضة. نظمت في الفلبين مسابقة رياضية طريفة. وصلنا إلى مرحلة المونتاج، الركيزة الأساسية لأي مشروع إنتاج تلفزيوني أو سينمائي، وهو باختصار إعادة ترتيب اللقطات التي تم تصويرها في وقت سابق، وإزالة المشاهد والزوائد غير الضرورية، وإضافة المؤثرات الخاصة بواسطة الأجهزة. المونتاج باختصار هو عملية اختيار وترتيب المشاهد واللقطات حسب الغرض الدرامي المراد تكوينه وإيصاله للجمهور. احنا جاهزين للنشره. والان موعد الدخول والتعرف على الاستديو، انه المكان الذي يتواجد فيه المذيع والمصورون، وكل من يدخل الاستديو عليه بغلق جهازه النقال حتى لا يرن اثناء التصوير. يقوم المصور بتضبيط الكاميرا والتأكد من درجة الوضوح، ويأخذ التعليمات من المخرج الذي جالس في غرفة التحكم. كاميرا ثلاثة. وبمجرد أن يقول ذلك تنطلق نشرة الأخبار. 3, 2, 1, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج رحلة المعرفة. حدث فريد شهدته سويسرا، حيث تم نقل مبنى بالكامل من مكانه إلى مكان آخر. كيف نقل العمال هذا البناء؟ في التقرير التالي. في سويسرا شهدت تجربة فريدة من نوعها، حيث تم نقل مبنى كامل إلى مكان آخر بنجاح تام وأمن متكامل وتعاون مميز بين فريق العمل الذي تكون من المهندسين والبنائين. وقد عمقت هذه التجربة قيمة المحافظة على جمال المدينة ونظافتها والتعاون بين العاملين. وبمناسبة كسوف الشمس، تجمع الصينيون بكاميراتهم الرقمية لرؤية هذه الظاهرة الكونية.
تقرير عن هذا الموضوع. تتابع الصينيون مناظر كسوف الشمس وهي لحظة دخول القمر بين الشمس وكوكب الأرض، وقد اجتمع الصينيون بكاميراتهم الرقمية في أماكن مختلفة لتصوير هذه اللحظات، حيث عم الظلام أرجاء المكان مما أدى إلى فقدان الرؤية نهائيا في أوقات منتصف الليل وخصوصا في المناطق الصحراوية. وفي مسابقة طريفة قامت الفلبين بإجراء مباريات لرجال الإطفاء، وذلك لاختبار قدراتهم في سرعة إطفاء الحريق. نظمت في الفلبين مسابقة رياضية طريفة تنافس فيها عدد من المتسابقين في تسلق الحبال ورفع الحجارة والتسابق بها، كما تضمنت المسابقة حضورا متميزا لرجال الإطفاء. وتابع هذه المسابقة عدد من المتفرجين من مختلف الفئات العمرية، وأثنى الحضور على منظمي هذه المسابقة. وأخيرا جرت منافسة شديدة بين عدة فرق في رياضة هوكي الجليد، وتحلت جميع الفرق المشاركة بالروح والأخلاق الرياضية. أما في الولايات المتحدة جرت مقابلة في رياضة هوكي الجليد بين فريقين أمريكيين، وعرفت ردهات المقابلة منافسة شديدة، واستمتع الجمهور بأهداف وتمريرات جميلة إلى وصول المباراة للحظاتها الأخيرة، حيث حافظ الجميع على الأخلاق الرياضية وروح التنافس، بينما شوهد مدرب الفريق الخاسر انزعاجه من حارس مرمى. دمتم برعاية الله وحفظه وفي أمان الله. هذه هي مراحل تكوين الفقرة الأخبارية. أرجو أن نكون قد وفقنا في نقل الأخبار بصورة صحيحة، وأن تكون حلقتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم واستمتعتم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عاطف القاضي، مدرب قسم روبوت بالنادي العلمي الكويتي. النهاردة في قسم روبوت بنعلم الأولاد كيفية التحكم في روبوت من خلال استخدام دائرة تعمل بالصوت. الروبوت عبارة عن قاعدة خشبية بنثبت عليها المجموعة التحريك، هي مجموعة من التروس تمام متصلة بترس أصغر متصل بالدائرة بالمحرك الكهربائي، وبنهاية مجموعة التحريك موجود العجلات. طبعا يجيني من الجزء العلوي عندي دائرة إلكترونية. دائرة إلكترونية مكوناتها بتكون متثبتة على البورد الخاص بها، موجود فيها مفتاح الأون أوف خاص بالدائرة، موجود فيها الميكروفون، موجود فيها نقول المقاومة المتغيرة، دي بنعمل لها adjust، بنتحكم فيها على أساس مدى حساسية الميكروفون، وبقية القطع الكومبوننت تكون متجمعة على البورد الخاصة بالروبوت. إذن الروبوت ما هو إلا القاعدة الخشبية اللي هي المجسم، ومجموعة الحركة اللي بتحكم فيها الموتور مع مجموعة التروس والعجلات، وجزء التحكم هو عبارة عن الدائرة الإلكترونية. بعد كده بنثبت في الجزء العلوي برضو اللي هي البطارية مصدر التيار الكهربي اللي بيتحكم في الدائرة. طبعا احنا بندرب الأولاد على استخدام طبعا العدة اللي هي عبارة عن الدرنفيس العادي اللي استخدامه، والكلبتين اللي بيستخدمهم في التثبيتات. بعد ما بننتهي من المجسم بنبدأ اختبار المجسم. احنا طبعا عدينا روبوت جاهز،
روبوت شكله النهائي عبارة عن هنا مجموعة الدائرة الإلكترونية اللي بتتحكم في الحركة، ومصدر التيار الكهربي عبارة عن عمودين جافين 1.5 فولت مع القاعدة، والقاعدة طبعا أطراف القاعدة بتكون ملونة الأسود والأحمر، لأن الدائرة الكهربية تعمل طبقا للاتجاهات، يعني لابد من وضع الموجب في مكانه والسالب في مكانه. ومن الخلف مجموعة الحركة كاملة الآن عبارة عن العجلتين والعجلة الأمامية فيها حركة بحيث أنه يقدر يلف يمين ويسار، يعني غير ثابتة في اتجاه واحد، والمحرك. بنبدأ نختبر الروبوت. احنا اتفقنا أن الروبوت بيتم التحكم فيه بالدائرة السطحية، هو كده ماشي في اتجاهه العادي، مجرد ما بيسمع الصوت بيبدأ يعكس الحركة بتاعته. معناها ايه؟ من اين اتت هذا الصوت؟ الصوت بيوصل للميكروفون، الميكروفون بيوزع او بيحول، بعد كده بيرسل الصوت للدائرة، الدائرة بتحول الموجة الصوتية بتحولها لتيار كهربائي بيعمل عكس الاتجاه اللي بيعمل فيه الدائرة العادية، ان هو في الدائرة العادية بيتجه الى الامام. الصوت الخلفي او الصوت بيخلي الروبوت يعود الى الخلف، بحيث ان انا اضمن ان هو مش هيخرج من المكان اللي انا بختبر فيه الصوت او الروبوت. طبعا الروبوت لابد من العضو، ان هو بيتعلم القطع النهائية اللي عبارة عن مقاومات بيبقى متسجل او مرسوم عليها الالوان. العضو بحكم خبرته او بحكم ان هو يكون عنده فكرة على الالكترونيات او لو ما كان عنده بنعلمه على تيبل معين عليه الالوان، الالوان المقاومات، بيتعلم يقرأ قيمة المقاومة كام اوم، بيثبتها. طبعا المقاومة مش عايزة اتجاهات، يعني سواء يمين او يسار يثبت. بنعلمه بعد كده عن الترانزستور ودور الترانزستور في الدائرة، والترانزستور دوت له اتجاهات ايضا لابد من تثبيته، وهي مرسومة على الجزء الخاص على البورد الخاص بالدائرة. بنعلمه عن الميكروفون وعن الكاباسيتورز كيف تعمل ودورها في الدائرة الكهربائية او في الدائرة الالكترونية الموجودة عندي. بعد كده بنقول انه لابد لعمل هذه الدائرة لابد من ايجاد التيار الخارجي، زي ما احنا شايفين التيار الخارجي بيشغل الدائرة، لكن العمل اللي احنا بنطلبه من الروبوت بيتم عن طريق دور الميكروفون في عكس اتجاه التيار زي ما شفنا. بنختبره مرة تانية ونشوف. طبعا دي فكرة عن كيفية التحكم في روبوت بالصوت. يمكن في افكار اخرى ان احنا نتحكم فيه بالالوان، نتحكم فيه بس بالتاتش سنسور، اتحكم فيه بالالتراسونيك، في طبعا مجسات كتيره جدا، لكن هنا بيوريني مدى اهميه الالكترونيات في التحكم في الروبوت. كده بنكون خدنا فكره طيبه عن الروبوت وكيف يعمل الروبوت وكيف يمكن التحكم في الروبوت. ارجو ان يكون تم الاستفاده، ونتمنى من الجميع الاشتراك، ونتمنى اعضائنا أو الناس اللي ما اشتركوش معنا في النادي العلمي يشتركوا معنا، وإن شاء الله حنوريهم أفكار أفضل وأفضل. ونشكركم ومع السلامة. نتعرف على مخرج الأخبار لحلقة هاليوم، تدرون منو؟ خلينا نتعرف عليه. شو اسمك؟ علي حسين. علي حسين، علي كم عمرك؟ 13. عمرك 13 سنة وقدرت تخرج لنا نشرة أخبار، والله شيء جيد. طيب علي، ان شاء الله لما تكبر فعلا راح تصير مخرج اخبار، لو عندك وظيفه ثانيه؟ ان شاء الله تصير مخرج اخبار. تصير مخرج اخبار. انت شاطر في المدرسه؟ اي شاطر. تدري ان مخرج الاخبار لازم يكون وايد شاطر في المدرسه، تدري هالشيء ولا لا؟ اي ادري. يعني فعلا انت شاطر؟ اي. طيب اكيد عندك شيء تبي مثلا تنقله حق الاطفال، تبي توجه كلمه للاطفال اللي قاعدين يتابعونا حاليا؟ اي، بس حبيت اقول لهم يهتمون حق دروسهم. ممتاز ممتاز، يهتمون حق دروسهم مثل ما انت مهتم بدروسك. بارك الله فيك، احنا وايد فرحانين ان كان عندنا مخرج صغير اسمه علي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك اول شيء؟ زين. شو اسمك؟ علي يونس. علي يونس،
علي ما شاء الله انا شفتك ماسك الكاميرا وقاعد تصورني، انا كنت القي النشره وانت كنت قاعد تصورني، ما شاء الله مبين عليك مصور محترف، صحيح هالكلام؟ صح. طيب كم عمرك؟ 10. 10 سنوات في اي صف؟ رابع. الصف الرابع، العمر كله ان شاء الله، وان شاء الله تكون ناجح في مدرستك وفي دروسك ان شاء الله. طيب علي، هل يا ترى انت فعلا وظيفتك او مهنتك المستقبليه هي التصوير؟ لا. عيال شنو اذا مو تصوير؟ مطافي. مطافي؟ ترى عندنا حلقه عن المطافي، تابعونا. احبائي الاطفال، الحين راح نتعرف على واحد من الاطفال، اتوقع اسمه حسن، لاني كنت اسمع المخرج يناديه يقول له يا حسن حرك الكاميرا، يا حسن حرك الكاميرا. صحيح الكلام، انت اسمك حسن؟ صحيح. طيب شنو اسمك بالكامل؟ حسن علي عباس. حسن علي عباس، ما شاء الله، كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، العمر كله ان شاء الله، تصويرك وايد حلو، لان شفت المخرج قاعد يمدحك، هذا الكلام فعلا صحيح؟ صحيح. ما شاء الله عليك. طيب هل انت ان شاء الله في المستقبل راح تكون مهنتك التصوير، ام عندك مهنه ثانيه في بالك؟ عندي مهنه ثانيه. مهنه ثانيه في بالك؟ لا تقول لي مطافي مثل رفيج دان. لا. شنو هالمهنه بعد؟ مهندس طيران. مهندس طيران، يعني يوم من الايام انا اكون شايب كبير بالسن، اركب الطياره والقى حسن صاير شباب، هو اللي يسوق الطياره يودينا من بلد الى بلد. صحيح. صحيح الكلام؟ نقول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سأقص عليكم اليوم أحبائي الأطفال قصة تتحدث عن بر الوالدين وطاعتهما. كان هناك أب كبير في العمر مع ابنه الشاب في غرفة المعيشة، وإذا بغراب يطير بالقرب من النافذة ويصيح، فسأل الأب ابنه ما هذا؟ رد الابن إنه غراب. وبعد دقائق عاد الأب يسأل نفس السؤال ويعيد السؤال مرارا وتكرارا، والابن يعيد له نفس الإجابة، فلم يتحمل الابن واشتاط غضبا وارتفع صوته وقال أوف، تعيد علي نفس السؤال؟ فقد قلت لك أنه غراب، هل هذا صعب عليك فهمه؟ عندئذ خرج الأب من الغرفة وعاد بعد دقائق ومعه بعض الأوراق القديمة من مذكراته، وأعطاه لابنه ليقرأها، فبدأ الابن يقرأ. اليوم أكمل ابني 3 سنوات وها هو يمرح ويركض وإذا بغراب في الحديقة، فسألني ابني ما هذا؟ فقلت له غراب، وعاد سألني نفس السؤال 20 مرة وأنا أجبته 20 مرة، وضحكنا معا حتى تعب وجلسنا. نعم يا أحبائي، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أسأل الله تعالى أن يوفقكم، وإلى لقاء آخر من رحلة المعرفة، مع السلامة. يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي، زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف، زوروا لمن تسمع النجوى لديه، فمن يزره في القبر ملهوفا لديه كفي. إذا وصلت فأحرم قبل مدخله ملبيا واسع سعيا حوله وطفي، حتى إذا طفت سبعا حول قبته تأمل الباب تلقى وجهه فقفي، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. يا صاحب القبة البيضاء في النجف، يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفى.
إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرفي راج بأنك يا مولاي تشفع لي وتسقيني من حبال.